على الرغم من التنديدات المحلية والدولية باستخدام العنف ضد المتظاهرين في طرابلس، إلا أنه ليس من الغريب ألا تبالي حكومة الصخيرات بهذه التنديدات وتضرب بها عرض الحائط، وما عليها إلا أن تستمر في قمعها للمتظاهرين العزل. حيث أعربت البعثة الأممية في ليبيا عن قلقها بشأن انتهاكات ميليشية السراج بحق المتظاهرين السلميين واستخدام القوة المفرطة، وكذلك الاعتقال التعسفي لعدد من المتظاهرين الذين لا يعلم عنهم أي شيء حتى اللحظة. وكان آخر هذه الانتهاكات يوم الجمعة، حيث تم استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي، على الرغم من تأكيدات حراك 23 أغسطس أن مظاهراتهم سلمية ومطالبهم هي بمثابة الحقوق. وقالت البعثة الأممية في بيان لها إن ليبيا تشهد تحولا لافتا في الإحداث يؤكد الحاجة الملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم. وحثت البعثة الأممية في ليبيا على الهدوء وتطبيق سيادة القانون والحفاظ على حقوق جميع المواطنين بالتعبير السلمي عن آرائهم. وكان فايز السراج رئيس حكومة الصخيرات قد أصدر قرارا بوقف وزير داخليته فتحي بشاغة عن العمل وإحالته إلى التحقيق، وذلك بسبب وقوفه مع المتظاهرين ضد ميليشية السراج. على مدار الأسبوع الماضي خرج الآلاف من الليبيين في مظاهرات حاشدة بالعديد من المدن الغربية ضد حكومة السراج، اعتراضا على تردي الأوضاع المعيشية تحت شعار ثورة الفقراء، إلى جانب مصراتة وطرابلس والزاوية التي تشهد احتجاجات هي الأول من نوعها في المدينة منذ عام 2015. علي الفايدي، ليبيا الحدث.